اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك. يا عالما بالسر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها السادة الأعلام، هيا بنا مواصلة لهذا اللقاء الإيماني المبارك، تكريما للراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه المرحوم عبد الحاج فوزي أبو مبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. نعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن الكريم، الحديث الذي لا يمل سماعه. القرآن الكريم من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا به هدي إلى صراط مستقيم، ومن عمل به أجر من قبل رب العالمين، كما أخبرنا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. قارئنا الآن هو عالم من علماء وزارة الأوقاف، قارئ جليل فضيلة القارئ الشيخ عاطف عبد الجليل موسى عيسى ابن قرية كفر ميت العبسي مركز قوسنا بمحافظة المنوفية. يتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا وما للظالمين
الأنصار إن تبدوا الصدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير
فإليكم وأنتم لا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما فقد إن أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. يا
تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
الله يا رسول. هكذا أيها السادة الأعلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عاطف عبد الجليل موسى عيسى ابن قرية كفر ميت العبسي مركز قوسنا بمحافظة المنوفية من أعلام قراء محافظة الرجال محافظة المنوفية. نقلناها لكم عبر أثير الهندسة الإذاعية العالمية كبرى مخازن الفراش الحديث فراشة وكهرباء
الحاج الجبري درويش وأولاده، الحاج الجبري درويش وأولاده، إدارة أحمد الجبري المقيمين بهذا البلد الطيب أهله، عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفين، شاكرا لحضراتكم جميعا باسم الحاج شفيق فوزي أبو مبارك والمعلم أحمد فوزي أبو مبارك، سيادة النقيب محمد فوزي أبو مبارك، كل أقاربهم وأنسابهم، مشكورون حضراتكم جميعا على تأدية واجب العزاء. شاكرا أيضا البشمهندس أحمد الجعبري ابن قرية دنضيت مركز مية غمر بمحافظة التقهلية، رحمة الله تعالى على الراحل الكريم المرحوم عم الحاج فوزي أبو مبارك.